بسم الله الرحمن الرحيم. يوناني سيستم باي دكتور ايمن احمد خنفور، اسيستنت بروفيسور اوف اناتومي اند امبريولوجي، الكسندريا يونيفرستي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا يورينري سيستم. والحقيقه انا مقسمه انتو تو بارتس. هناخد في المحاضرة الأولى ديت إن شاء الله اللي هو الكدني واليوريترز ومعاهم الكونجنتال انوماليز بتاعتهم، وأكيد طبعا هنتدرب على مجموعة من الشورت كويتشنز. بس الحقيقة أنا قبل ما أبدأ المحاضرة دي أنا عاوز أقول ثلاث نقط مهمين جدا. أول نقطة إن الديفلوبمنت بتاع الجينيتال سيستم بيعتمد على اليورينري سيستم، فما ينفعش حد يذاكر الديفلوبمنت بتاعت الجينيتال سيستم من غير ما يذاكر الاول الديفلوبمنت بتاعت اليورينري سيستم. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انا هسمع اسامي ستراكشرز معينه، مش معقول حاجه بكل ستراكشر جه منين دي. يبقى هندرس بقى الامبيولوجي بالتفصيل بتاع سنه اولى، وطبعا الكلام ده انوايز، فهناخد فكره مقتطبه جدا. يعني مثلا ما اقول لك ميزوديرم، اعرف بس جاي من انه حته، ما اقعدش بقى اقول ازاي اتكون الميزوديرم، طب هو جاء اصلا منين، طب ازاي حصل جاستريوليشن، هلاقي نفسي تهت. فما فيش داعي ندخل في ان ديتيلز قوي كل حاجه جايه منين وتفضل ترجع معاها ستيب باي ستيب لورا، هلاقي نفسنا تهنا. النقطه الثالثه ان بالنسبه لمذاكره الامبيرولوجي عموما في سقف معين من التفكير بتاعنا، يعني في حاجات معينه لها تفسير ليه الاستراكشر ده حصل له دي جنريشن، ليه اتنقل من مكان لمكان، وفي حاجات معينه ملهاش تفسير فما تتعبش نفسك فيها، تبقى حاجه سبحان الله خلقت ربنا. ونحط في دماغنا دايما وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نبتدي دلوقتي بيه اللي هو الديفلوبمنت بتاعت الكدني. اول خطوه في الديفلوبمنت بتاعت الكدني عايزين نشوف ايه الاوريجن بتاعها، ايه العجينه اللي هي متشكله وجايه منها. ونبص كده بعض الصوره ديت، وهنقول ان الجينيتو يورينري سيستم جاي من حاجه اسمها انترميديت ميزوديرم. تقول لي الله جينيتال، اقول لك اه، كل الجينيتال سيستم واليورينري سيستم جاي من حاجه اسمها انترميديت ميزوديرم. هتقول لي ايه هو الميزوديرم الانترميديت ميزوديرم ده؟ اقول لك اه، هنرجع ريتروجريد سنه بسيطه لورا، وتعال نشوف كده حاجه اسمها الامبريونيك ديسك او التراي لامينر امبريونيك ديسك. كان بيتكون من ايه؟ الطبقه اللي هي على الروف فوق خالص ديت هي الاكتوديرم، والطبقة اللي هي تحت خالص عند الفنتال ادب دي اسمها اندوديرم، كل المنطقة اللي هي ان بتوين ديت اسمها ميزوديرم. الميزوديرم ده بيرجع ينقسم الى اللي في خط النص بالظبط اللي لونه اخضر ده اسمه اكزل ميزوديرم، واللي هو ماشي على خطين اون ايتش سايد اللي هو ده وده هيبقى اسمه بارا اكزل ميزوديرم. الحته الصغيره اللي هي لاترالي ديت اسمها انترميديت ميزوديرم، وده كده اسمه لاترال ميزوديرم. يبقى نرجع بقى عايزين ناكد كلامنا بقى من تاني. اما اقول لك دلوقتي ايه الاوريجن بتاع الجينيتو يورينري سيستم، هتقول لي جاي من الانترميديت ميزوديرم اللي هو موجود اون ايتش سايد اوف ذا دورسال اورتا. طب الحقيقه الكدني بتمر بكذا مرحله من الديفلوبمنت، هم اساسا عباره عن 3 ستيجز. اللي هم ايه بقى؟ اول ستيج اللي هو اسمه برونيفيك ستيج، وطبعا الكلام ده بيتم ان كرينيو كودال دايركشن. يعني ما استغربش سبحان الله ما اقول لك الكدني بدات تتكون عندنا من منطقه السيرفايكال ريجون. اه طبعا دي حقيقه وهنثبت الكلام ده دلوقتي. اذا الديفلوبمنت عندي بيتم ان كرينيو كودال دايركشن، وقلنا بكام ستيج؟ 3 ستيجز. اول مرحله اسمها برونيفيك ستيج،
بنلاحظ ايه؟ ان الابر بارت بتاع اللي هو الانترميديت ميزوديرم بيبقى سيجمنتد، بيديني حاجه اسمها نيفروتومز، دول بيدوني اول ستيج اوف ديفلوبمنت اللي هو اسمه برونيفرس. طيب تكمل بقى الانترميديت ميزوديرم بيبقى حاجه اسمها نيفروجينيك كورد، ده هيديني الستيج الثاني والثالث اللي هو الميزونيفرس والميتانيفرس. طب عايزين بقى نلخص الكلام ده من تاني كده، يبقى انا عندي الاوريجن بتاع الجينيتو يورينري سيستم جاي منين؟ من حاجه اسمها انترميديت ميزوديرم، بيمر بكام ستيج؟ 3 ستيجز. اول ستيج اسمه برونيفيك ستيج، تاني ستيج ميزونيفيك ستيج، تالت ستيج اسمه ميتانيفيك ستيج. نبتدي دلوقتي باول مرحله عندنا وهي البرونيفيك ستيج. لازم نعرف بالنسبه لكل مرحله التايمنج بتاعها والمكان بتاعها، السايت بتاعها. بالنسبه للسايت بتاع البرونيفيك ستيج احنا لسه قايلين دلوقتي بيبدا فين؟ بيبدا في السيرفايكال ريجون والابر ثوراسيك ريجون. طب امتى بيحصل الكلام ده؟ بيحصل في الاسبوع الرابع، في اول الاسبوع الرابع من الديفلوبمنت. طبعا انا جايب هنا رسمه مجمله على بعضها عشان بس اقول لك هو بيحصل فوق اهو في منطقه السيرفايكال ريجون، هنفهم تفاصيل الرسمه دي حالا دلوقتي. طب ايه بقى الامبريوجينيسيس بقى؟ جينيسيس اللي هو الميكانيزم بتاع التكوين. نشوف بقى الرسمه بتاعتنا دي. اول حاجه قلنا الابر بارت بتاع الانترميديت ميزوديرم هيتكسر. هيدينا ايه؟ هيدينا ميزوديرمال سيجمنت صغيره عددهم كام؟ 7. اسمهم ايه؟ اسمهم نيفروتومز. طيب ايه اللي هيحصل فيهم بعد كده؟ كل واحده من النيفروتومز ديت هتتحول الى توبيول، هيبقى اسمها ايه؟ اسمها برونيفيك توبيول. طيب ايه اللي هيحصل فيهم بعد كده؟ كل توبيول من دولت لها ميديال اند ولاترال اند. الميديال اند هتروح جايه فاتحه على السيلاميك كافيتي، عشان ما انتهش السيلاميك كافيتي ده اعتبره بمثابه البيرتونيال كافيتي بتاعنا، ادي الميديال اند. طب واللاترال اند هتتحد مع بعضها ويحصل لها ريمولدنج، تعمل لي حاجه اسمها برونيفيك داكت. كل ديت اسمها ايه؟ برونيفيك داكت، دي اللي هي اللاترال اند بتاعت ايتش برونيفيك توبيول. اعيد من تاني، الابر بارت بتاع الانترميديت ميزوديرم هيتكسر، هدينا 7 نيفروتومز، ايتش نيفروتوم از ترانسفورمد انتو حاجه اسمها برونيفيك توبيول، حتى من اسم الاستيج اسمه برونيفرس، يبقى اسمها ايه؟ برونيفيك توبيولز. طب كل توبيول من ديت لها تو اندز، ميديال اند ولاترال اند. الميديال اند هتفتح في السيلاميك كافيتي، واللاترال اند هيحصل لها ريمولدنج وتتحد مع بعضها وهتكون لي حاجه اسمها برونيفيك داكت. طيب في بس ملاحظه هنا، في بعض الكتب بتكتب انهم عباره عن 7 نيفروتومز، بعض الكتب بتكتب عباره عن 8 نيفروتومز. اعتقد الفاريشنز البسيطه دي ما تفرقش خالص في جوهر الموضوع. طيب لغايه دلوقتي احنا مش عارفين ازاي اتكون اليورين، تعال نشوف مع بعض. شوف الميكانيزم في اكشن بتاعها. اول حاجه بدايه عشان نريح نفسنا، it is non-functioning in human. هنقول بقى امال ليه ربنا خلقها لنا؟ ليه اتكونت؟ ماشي هنقول بعد كده، لان هي بتسلم للستيج اللي بعدها، هي خطوه مبدئيه بتسلم للستيج اللي بعدها. طيب امال يبقى functioning في مين؟ functioning في بعض انواع الفيش الاسماك. ازاي بقى بيتكون اليورين؟
بنلاقي ان بيتكون حاجه اسمها اللي هو external glomerulus. external glomerulus ديت اللي فيها افرنت ارتريول وافرنت ارتريول، بس المره دي بقى السكريشن اوف يورين بيصب في مين؟ في البيتونيال كافيتي. طب ليه سميتها external glomerulus؟ اللي هي مش متكونه جوه الكدني نفسها، لو كانت جوه الكدني نفسها كنا سميناها internal glomerulus زي ما هنقول في الستيجز اللي جايه. طيب اليورين نزل في السيلاميك كافيتي، يروح جاي معدي من خلال اللي هو البرونيفيك توبيولز، ومن البرونيفيك توبيولز ديت الى البرونيفيك داكت، ومن البرونيفيك داكت هيجمع في ساك تحت خالص اسمها كلواكا، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل فيما بعد، بس دلوقتي نعرف اسمها فقط. هعيد من تاني ازاي الميكانيزم اوف اكشن بتاع البرونيفيك ستيج. الابر بارت بتاع اللي هو الانترميديت ميزوديرم اللي هو اتكسر واداني السفن نيفروتومز اللي ادوني بعد كده برونيفيك توبيولز، الميديال اند بتاعتهم فتحت في السيلاميك كافيتي، واللاترال اند عملت حاجه اسمها برونيفيك داكت. ازاي اتكون اليورين؟ اكسترنال جلوميرولس بيحصل لها تعمل سكريشن اوف يورين انتو ذا سيلاميك كافيتي، يروح جاي اليورين معدي من خلال اللي هو البرونيفيك توبيولز دولت، يصب في البرونيفيك داكت ومنها الى الكلواكا تو باس تو ذا اوتسايد. وبنأكد ان الاستيج ده نون فانكشننج في الهيومن. امال ايه فايدته؟ ربنا خلقه لنا ليه؟ لان هو ده مرحله ستيب للنكست ستيج اللي هنقول عليه اللي هو الميزونيفرس. اذا لازم نتكلم بالتفصيل دلوقتي عن ايه هو الفيت بتاع الاول ستيج دوت. ايه اللي بيحصل فيه؟ سهل جدا. كل السيفن توبيولز دولت بالجزء اللي يقابلهم من البرونيفيك داكت اللي هو الاباف ذيس دوتد لاين هيحصل لهم ديجنريشن. طيب تكمله البرونيفيك داكت ات ويل بيرزيست تو ذا نيكست ستيج اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو الميزونيفرس. وفي الحاله دي هيتغير اسمها، بدل ما هيبقى اسمها برونيفريك داكت، لا دي هيتغير اسمها الى حاجه اسمها ميزونيفريك داكت. كده بقى وصلنا الى المرحله الثانيه وهي الميزونيفريك ستيج. وزي ما اتفقنا لازم اعرف في كل مرحله امتى بتحصل ومكانها فين. بالنسبه لمكان اللي هو الميزونيفيك ستيج تبقى موجوده في اللور ثوراسيك واللمبر ريجونز. طب بتبدا امتى؟ بتبدا عند اخر الاسبوع الرابع، end of fourth week. طب نشوف الامبريوجينيسيس اللي هو الميكانيزم بتاعها. اقول لك برضه بنفس الطريقه. احنا قلنا قبل كده ان الانترميديت ميزوديرم الابر بارت بتاعه اتكسر اداني سيل كلاسترز اللي هم عددهم سبعه اللي ادوني نيفروتومز وبعدين برونيفيك توبيولز وبرونيفيك داكت. طب اللور بارت بتاع اللي هو الانترميديت ميزوديرم اداني حاجه اسمها نيفروجينيك كورد. النيفروجينيك كورد ده الابر بارت بتاعه هيدينا الميزونيفرس واللور بارت بتاعه هيدينا الميتا نيفرس. طيب همسك بقى الابر بارت بتاعه اللي هيديني الميزونيفرس ده ونشوف اللي هيحصل فيه. هيبدا برضه بنفس الفكره، هيتكسر المره دي بس الى كام سيل كلاستر؟ الى 70 سيل كلاستر. طبعا برضه تقول لي كتب كاتبه 70، كتب كاتبه 80، كتب كاتبه 90، مش فارقه طبعا خالص في جوهر الموضوع. يبقى هو بيبقى سيجمنتد الى 70 سيل كلاستر اهوت، اتكسر الى لارج نمبر اوف كلاسترز اهوت. طيب ايه اللي حصل يا جماعه فيها الكلاسترز ديت؟ ابتدى بقى يحصل فيها شيء من التطور شويه. كل سيل كلاستر بقى شكلها مور ليس اس شيب، طبعا دي ماجنيفايد، انا اخد واحدايه بس منهم ومكبرها اهي، بقى شكلها ايه يا جماعه؟ اس شيبت. طيب ما ستيل برضه لها ميديال اند ولاترال اند، ماشي؟
طيب الحقيقه الاس شيب ديت الميديال اند بتاعتها هتبقى انفاجينيتد باي انترنال جلوميرولس. هنا بقى قلنا انترنال ليه؟ لانها جوه السبستانس بتاعت الكدني اهو، مش رايحه تصب لي في البيتونيال كافيتي. طيب ده كده الميديال اند. طب واللاترال اند؟ اللاترال اند رايحه تصب لي في الميزونيفك داكت. يا سلام هنا بقى لو تقول لي الميزونيفك داكت دي اللي هي كانت مين؟ اللي هي كانت البرونيفك داكت. نشوف بقى دلوقتي اللي هو الميكانيزم اوف اكشن، اللي هو الميكانيزم بتاع السكريشن بتاع اليورين، ونشوف كده. هنلاقي في الحاله ديت كل توبيول من دولت بتاكت از بوث سكريتوري اند كولكتنج يونت ان ذا سيم تايم، عشان نفرق بينها بقى وبين بقى الستيج اللي جاي اللي هو اقصى ستيج في الديفلوبمنت اللي هو الميتانيفرس. هلاقي عندي سكريتوري سيستم لوحده وكولكتنج سيستم لوحده، لا هنا كل واحده من دول تعتبر كسكريتوري اند كولكتنج ان ذا سيم تايم. ماشي؟ طبعا اظن واضح كده جدا هنا عندي على الرسمه ان الانترنال جلوميرولس ديت، وانا بكرر من تاني قلت انترنال لان هي موجوده جوه وحده الكليه اللي بتتكون ديت، ما هياش بتصب في البيتونيال كافيتي كنا سميناها اكسترنال، لا دي اسمها انترنال جلوميرولس. خلاص؟ هيبدا يحصل سكريشن اوف يورين هنا، تمر في خلال الاس شيبد جلوميرولس دي تصب لي في اللي هو الميزونيفريك داكت اللي هي كان اسمها ايه؟ اللي كان اسمها برونيفريك داكت في الستيج اللي قبل كده. الحقيقه يا جماعه برضو حتى المرحله ديت it has a very limited function في الهيومن. طيب ايه الفيد بتاعها بقى؟ ما لازم كل مرحله اعرف انتهت الى ايه؟ نشوف كده مع بعض. اول حاجه انا كده عندي اللي انا راسمها ديت اللي هي الاس شيب دي مش واحده، ده عددهم 70 او 80 بعدد اللي هو السلك كلاسترز اللي اتكونوا هنا. ال 70 واحده اللي اتكونوا دولت هم بما يقابلهم من الميزونيفك تبيول، ايه اللي هيحصل فيهم؟ شوف مع بعض. الكرينيال اللي فوق 44 ميزونيفك تبيولز اللي هم اتكونوا دولت اللي هم شكلهم اس شيب دولت، اول 44 حتى رقم سهل جدا انتم كلكم عارفينه، ماشي؟ والاوبوزنج بارت بتاع الميزونيفك داكت هيحصل لهم ديجنريشن. بس خلي بالك ده لسه عندي عدد من الميزونيفك تبيولز وجزء من الميزونيفك داكت. دول بقى الريميننج عددهم كام بقى؟ خلي بالك من الاعداد دي 26. والاوبوزنج بارت بتاع الميزونيفك داكت هيدوني ايه؟ هيدوني ستراكشرز معينه في الميل غير في الفيميلز. تعال نشوف كده مع بعض في الميل هيدوني ايه؟ اقول لك فاكر الرسمه ديت؟ اما كان عندي ادي التستس وشوية قنوات كده وراها اسمهم فازا افرنشيا. الفازا افرنشيا دولت ايه الامبريولوجيكال اوريجن بتاعها؟ هو الميزونيفريك توبيولز. طيب تكملة الدكت سيستم بقى لو بيتكون من ايه؟ بيتكون من الابيديدمس والفاز ديفرنس وبعدين السيمينال فيسكل والايجاكيلاتري دكت، بقيت كل الدكت سيستم اللي هي الانبوبه دي كلها على بعضها بتتكون من ايه؟ بتتكون من الريميننج بارت بتاع الميزونيفريك دكت. بالاضافه لكده في حاجه مهمه جدا نسمعها بس دلوقتي وهنحطها بالتفصيل بعد كده مع اليونا يا بلادر. بالاضافه لكده بيدوني المثلث الموجود عند البيز بتاعت اليونا يا بلادر اللي هو الترايجون بتاع اليورين بلادر. علشان كده اما قلنا ايه الامبريولوجيكال اوريجن بتاعه كنا قلنا ميزوديرمال. ميزوديرمال جاي من ايه؟ هنقول دلوقتي ان هو جاي من الابزوربت بارت بتاع الميزونيفريك توبيول. سمبلي جاي منين؟ من الميزونيفريك توبيول. خلاص؟ طب دي المكونات كلها اللي حصلت في الميل، نشوف بقى في الفيميل. هيدوني ايه يا ترى في الفيميل؟ اقول لك بص يا سيدي، فاكر الرسمه بتاعت البرود ليجامنت؟
اما كنا بنفتح الطبقتين دولت عن بعض، وكان هنا في داكت كده اسمها جارتنرز داكت، وحاجه اسمها ايبوفورن وباروفورن، والكل كان بيسال ايه معنى الكلام ده. هقول لك بص يا سيدي، شويه الميزونيفريك تبيوز دولت في الفيميل هيدوني اللي هو الايبوفورن والباروفورن. حتى كنا بقول لك سيمبلي كده اعرف ان دولت عباره عن جاست ان امبريولوجيكال ريمينانتس موجودين في البرود ليجامنت. طيب تكمله الميزونيفريك داكت بصراحه ما فيش اي احتياج لها في الفيميل، فبتديني حاجه اسمها ايه؟ تديني حاجه اسمها الجارتنرز داكت. طيب زائد ايه كمان؟ بتديني الترايجون في اليون البيضاوي. ادي الحاجه الوحيده المتشابهه ما بين الميل والفيميل. بعدها من تاني، ايه وجه التشابه دلوقتي الوحيد؟ هو ان الميزونيفريك داكت بتساعد في تكوين الترايجون بتاع اليوناري بلادر ومعاه اليوريتر سواء في الميل او في الفيميل. وصلنا بقى لاخر ستيج من الديفلوبمنت وهو اسمه ميتا نفرك ستيج. ميتا يعني بعدنا بقى لتحت خالص. ها يا سيدي، نفس الطريقه بتاعتنا، السايد بتاعه مكانه فين بقى؟ ده في اللامبو سيكرال ريجون، ده تحت خالص. تقول لي الله، انت بتقول ده اقصى مرحله من الديفلوبمنت او احدث مرحله من الديفلوبمنت ومكانه في منطقه السيكرال ريجون. طب ما احنا عندنا الكدني اخذنا في الاناتوم ان هي موجوده فوق، ما اعرفش من ال كذا لغايه تي كذا وهكذا. اقول لك سبحان الله، الكدني اما اتكونت كفاينل ستيج اتكونت في البلفيس وبعدين طلعت لفوق خالص في البطن، عكسها التستس او ما اتكونت كانت تحت الكدني فوق خالص ومع الديفلوبمنت بتنزل تحت خالص الى السكوت. يعني الاثنين عكس بعض. نرجع بقى لموضوعنا اللي هو الميتانيفريك ستيج مكانه فين؟ موجود في اللامبو سيكرال ريجون. طب التايمنج بتاعه امتى بقى؟ هو متلاحق على طول بعد الميزونيفرس. يعني ايه؟ يعني هو بيبدا في الفيفث ويك ديفلوبمنت بس بيبقى فانكشننج من الاسبوع الثامن او التاسع من الديفلوبمنت. طب دي بقى اقصى مرحله من الديفلوبمنت، ولذلك بتنقسم الى تو يونتس، حاجه اسمها كولكتنج بارت وحاجه اسمها سيكريتوري بارت. من تاني، عباره عن تو سيبريت يونتس، واحده اسمها كولكتنج هتطلع تلتحم مع حاجه اسمها ايه؟ سيكريتوري بارت، زي ما هنشوف كده في الجزء اللي جاي ده. هتقول لي مش تشرح لها اول السكريتوري بارت؟ اقول لك لا، ده الاهم اللي بيحصل الاول اللي هو بيعتبر انديوسر فاكتور للسكريتوري بارت هو وجود مين؟ الكولكتنج بارت. تعال نشوف مع بعض، سهل جدا. مش ده كده الميزونيفريك داكت بتاع الستيج اللي فات؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ من اللور بارت بتاعه بيطلع برعم. البرعم ده هو اللي هيعمل لي اليوريتر. يبقى اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه يوريتريك بد. بيطلع منين؟ ده عباره عن دايفرتيكولم بيطلع من اللور بارت بتاع الميزونيفريك داكت. وبيتجه ابوردز ابوردز ابوردز. رايح لمين يا جماعه؟ رايح لللور بارت بتاع النيفروجينيك كورد اللي احنا قلنا عليه. ماشي؟ اللي هو في الحالة دي بنسميه ميتا نيفروجينيك كاب. خلاص؟ يبقى اللور بارت بتاع النيفروجينيك كورد اللي هو آخر جزء لتحت خالص من الانترميديت ميزوديرم اتغير اسمه، اسمه إيه؟ ميتا نيفروجينيك كاب. طيب، رايح هيوصل لغاية الميتا نيفروجينيك كاب دي، يعمل له انفاجينيشن. طب ده هيترتب عليه إيه بقى؟ هيترتب عليه الآتي. أول حاجة هيبدأ يتشعب ويتشعب ويتشعب. الستوك بتاعته ديت هتديني اليوريتر أهو. طيب بعد كده الترمينال دايلاتيشن بتاعه آخر جزء هيبقى دايليتد، هيديني حاجة اسمها الرينال بلفس اللي هو الجزء المتسع في بداية الحالة. بعد كده بقى الفيرست جينيريشن
هتديني حاجة اسمها الميجور كاليسز، وبعدين هيحصل بعد كده اللي هو السكند هتمتص الثيرد والفورث وهيدوني الماينور كاليسز، يعني في النهاية هيديني حاجة اسمها الكاليسيال سيستم اللي هو الكوليكتنج سيستم اللي هو انا رسمه باللون الاخضر دوت. طيب وين بعد كده؟ من الجينريشنز بقى من الخامس لغايه ال 12 هيديني حاجه اسمها الكوليكتنج توبيولز اللي هي بقى ايه؟ التيرمينال برانش زي الاخرانيه خالص ديت. اقوله من تاني؟ من تاني. كان عندي من الاستيج السابق بقى عندي اللي هو الميزونيفيك داكت اللي هو بارت بتاعها بيطلع البرعم اللي هو هيكون اليوريتر اسمه يوريتريك بط، طالع متجه يعمل انفيجن لمين؟ لاخر جزء من الانترميديت ميزوديرم اللي هو اسمه ميتا نيفروجينيك كاب، حتى ميتا ديت معناه انه ابعد جزء من الانترميديت ميزوديرم. طيب اليوريتريك بط ده بقى هيكون ايه؟ هيكون اليوريتر بما يسبقه من الكولكتنج سيستم على طول كله اللي هم ايه؟ هيديني اليوريتر، هيديني الرينال بلفس، هديني الميجور كاليسز والماينور كاليسز والكوليكتنج توبيولز. كده اتكون عندي مين؟ اللي هو الكوليكتنج بارت. وعلى فكره طلوع اللي هو الكوليكتنج بارت ده والانفيجن بتاعه للميتانيفوجينيك كاب هي دي المين ستيمولس ان الميتانيفوجينيك كاب دي تبدا تكون وحدات الافراز النهائيه اللي هي الموست ماتيور بتاعه الكدني زي ما هنشوف في السلايد الجايه. بعد ما خلصنا اللي هو الكوليكتنج بارت وقلنا ان هو فيري امبورتنت يعتبر انديوسر، انديوسر يعني منبه للديفلوبمنت والتكوين بتاع السكريتوري بارت. نشوف بقى ازاي هيتكون السكريتوري بارت. وقلنا ان اخر جزء بقى لنا من الانترميديت ميزوديرم كان اسمه ميتا نيفروجينيك كاب. ايه اللي هيحصل فيه؟ الاوتر بارت بتاعه هيبقى سكند، هيديني الكبسول بتاع الكدني، مفيش مشاكل خالص. طيب بقيت بقى الميزوديرم الموجود جوه الميثانيفروجينيك كاب بنفس الفكره بتاعتنا هيتكسر، بس المره دي هيتكسر الى ايه بقى يا جماعه؟ هيتكسر الى مليون سيل كلاستر. ما احنا عندنا في الادلت كدني الفانكشننج يونت اللي هو النيفرون عددهم 1 مليون في كل كدني، فده هيتكسر مليون وحده. ماشي؟ كل وحده منهم هيحصل لها ريمولدنج تتشكل تديني الشكل النهائي بتاع النفرون اللي هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من بروكسيمال كونفلوت تبيول واللوبوفينل وديستال كونفلوت تبيول واللي هو البومانز كبسول. طبعا قبلها بيبقى اس شيب وعندي المنظر النهائي بتاع اللي هو النفرون. طيب النفرون اهوت اللي اتكون ده، انا اللي انا رسمه ده انا اخدت واحده من اللي جوه دولت ومكبرها هنا اهوت. وان اند منه هتبقى كونكتد بمين؟ بالكولكتنج تبيولز اللي كانت باللون الاخضر ديت اللي جوه. طب والاذر اند هتبقى كونكتد بحاجه اسمها انترنال جلوميرولس. ليه برضه انترنال؟ لانها موجوده جوه مين؟ الكدني. طبعا انا الوحده دي واحده من المليون وحده الموجودين جوه الكدني ديت. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده بقى؟ اتكون اليورين عن طريق اللي هو الجلوميرولس اهوت ومشى فيه اللي هو النفرون ودخل فيه الكولكتنج تبيول اللي هو الاخضر هنا، وبعدين بقى ماينور كالسيز ميجور كالسيز رينال بلفس واليوريتر ونزل. تقول لي الله هو هينزل هيصب في الميزونيفيك داكت؟ اقول لك لا يا سيدي، بيحصل حاجه اسمها absorption of the lower part of the ميزونيفيك داكت into the wall of the كلواكا. يعني ده يدخل في الجدار المكون للكلواكا، يدخل 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 لغايه مثلا ما يوصل لغايه هنا. هيبقى انا كده عندي الكلواكا فاتح فيها كام فتحه؟ بعد ما كانت واحده بس هيبقى كام؟ اتنين. واحده بتاعت الميزونيفيك تبيول ميزونيفيك داكت والثانيه بتاعت مين؟ بتاعت اليوريتا. وبكده يبقى اليوريتا فتح مباشره في الكلواكا اللي هي الفيوتشر بتاعت مين؟ بتاعت اليورينري بلادر.
اللي مش متخيل الحتة دي جايب لكم رسمة انيميتد في السلايد الجاية جميلة جدا، الغرض منها عاوزك تشوف لي ازاي بيحصل absorption، وهيتحول هنا من فتحة واحدة الى two separate openings. انا عاوز نشوفها كذا مره، نركز معاكم في المره الجايه دي. كان فتحه، كان واحد بس، absorption 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 absorption، بقى فتحتين اهوت، بقى two openings. تمام. طيب كده الكدني اتكونت فين؟ لو تفتكر اخر مرحله قلنا في منطقه السكرال ريجون. طب واحنا الكدني بتاعتنا موجوده في منطقه السكرال ريجون حاليا؟ اقول لك لا، ده في بقى مجموعه من التشينجز اللي بتحصل في الكدني اللي هي ايه؟ تعال نشوف مع بعض. اول حاجه بيحصل لها السند، توصل للفاينل اناتوميكال سايت بتاع الكدني اللي هندرسه في الاناتومي بتاع الكدني. اذا اول حاجه بيحصل لها السند. طب ايه اللي بيخليها السند؟ كذا فاكتور الحقيقه. اول حاجه ان الكدني كافيتي صغير، فده لوحده بيزقها على فوق. تاني حاجه لينسنينج اوف ذا ريتيك باد، ده في حبل بيطول لها وهي تطلع، حبل بيطول لها وهي تطلع على فوق. تالت حاجه، حاجه اسمها ريلاتيف السند. يعني ايه ريلاتيف السند؟ يعني بلاقي الابر سيجمنت بتاعت البودي بتنمو اسرع من اللور سيجمنت، تقوم تسحبها معاها لفوق، وهتشوفها في صوره انيميتد دلوقتي حلوه جدا. طب تاني تشينج بيحصل في الكدني هو ايه؟ الكدني كانت اول واقفه كده، يعني كان الهايلاند بتاع الكدني لقدام، مع الفاينل ديفلوبمنت بتبدا تلف لي على جوه. اذا بيحصل لها روتيشن 90 درجه. ايه اللي بيخليها تعمل روتيشن؟ الله اعلم. تالت حاجه بقى، اللي شاف فيكم يا جماعه كدني اللي هو كليه جابها من عند الجزار او لسه هنا، هتلاقي السطح بتاع الكدني من بره مختلف تماما عن الكدني اللي بتشوفه عندنا في المشرحه. ازاي؟ هتلاقيها كلها عباره عن لوبس محززه، لوبيوليتد. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل لوس اوف لوبيوليشن، ويبقى شكلها سموث من بره زي ما احنا شايفين، مش زي شكل الكدني اللي احنا بنجيبها من عند الجزار. ماشي؟ ايه اللي بيخلي يحصل لوس اوف لوبيوليشن؟ برضه الله اعلم. نشوف كده ازاي بيحصل اسند للكدني. ركز معايا في الصوره كويس جدا. مره ركز هنا، شوف ازاي ان هي بتطلع لفوق، وهي بتطلع بتاخد معاها بلاد سبلاي من كل منطقه توصل لها، تاخد بلاد سبلاي جديد وتسيب اللي قبليه. وبص مره في الصوره دي، شوف معنى كلمه ريلاتيف ديفستن، شوف ازاي هنا بيطول بسرعه ازاي عن اللي هو السيجمنت بتاعت البودي. شوف يبدا يطول بسرعه اهوت. شوف شوف بيكبر زي هنا بسرعه الابر سيجمنت اكتر من اللور سيجمنت. طيب تعال نشوف بقى البلاد سبلاي بتاع الكدني. اعتقد نوهنا عنه من شويه، وقلنا ان الكدني كانت موجوده في منطقه السكرال ريجون، يبقى تاخد بلاد سبلاي من الارتز اللي تحت، وكل ما يطلع لفوق يحصل ديجنريشن بلاد سبلاي اللي كانت معتمده عليه تحت، وتاكواير نيو بلاد سبلاي من المكان الجديد اللي بتروح له. فبيحصل شيفت بلاد سبلاي، اول ما كانت بتاخد بلاد سبلاي كانت بتاخده من الميديان سكرال ارتري، وبعدين بعد كده الكومون ايلياك ارتري، وبعدين بعد كده الابدومينال اورتا، وبتاخد كمان في مرحله مراحل من الانفيريور سوبرا رينال ارتري. نشوف هنا ازاي بيحصل شيفت للبلاد سبلاي. جميل جدا الانيميشن دوت. شوف كل مرحله هتاخد بلاد سبلاي جديد ويحصل ديجنريشن قديم اهو، عارف زي بيطلع بسلم كده، ها كل سلمه سلمه ويحصل ديجنريشن للمرحله اللي قبليها. تعالوا نشوف بقى الكونجينيتال انوميليز. والحقيقه انا شايف ان لازم نعمل تقسيمه للكونجينيتال انوميليز بتاعتنا. ازاي؟ خدها بطريقه سمبليفايد جدا. اول حاجه
هنقسمها على حسب العدد. ايه ده، هو ممكن يحصل اختلاف في العدد؟ اه طبعا. اول حاجه ممكن يحصل رينال اجينيسيس. ايه جينيسيس؟ يعني ما اتكونتش خالص، طبعا اون وان سايد او اون بوث سايدز. طيب بعد كده ممكن يبقى عندي مالتيبل كيدنيز. اه دي حته بقى الميزوديرم اتقسمت الحتتين منفصلتين، وكل واحده اعتبرت نفسها كيدني لوحدها، كل ده ايه على نفس الناحيه. اذا في الحاله دي الشخص ده ممكن يلاقي عنده مور ذان وان كيدني اون ذا سيم سايد. طيب according to the shape ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ اه هو ده المنظر كنت بقول لكم عليه بقى. شايف الكيدني لوبيوليتد ازاي من بره؟ لوبيوليتد، هي دي شكل الكليه اللي احنا بنجيبها من عند الجزار بالظبط. فاول حاجه ديت اللي هي بيرزيستنت فيتال لوبيوليشن. كنت بتوزع شيء. ايه تاني؟ انا عاوز نشوف الصوره ونحاول نطلع عليها داتا. بصوا كده. اه الكيدني اليمين والشمال متحدين مع بعض من تحت اللي هو البول بتاعتهم. فشكلها بقى عامل زي حدوه الحصان. فدي بنسميها هورس شو كيدني. ايه السبب فيها؟ هو فيوجن اوف ذا لور بولز اوف بوث كيدنيز. اهو دي فيها مشكله خطيره جدا. في الغالب ما بتبقاش في مكانها، لانه هي طالعه، هي هورس شو اهي، وهي طالعه على فوق. مين اللي بيحجزها يمنع انها تطلع كده؟ اهوت الانفيو ميزنتريك ارتري، يعني بتتشنكل في ارتري بسبب الوصله اللي هي بين الاثنين كيدنيز دي. ايه تاني؟ بص دي برضه هورس شو وارستد لتحت في البلفس اهيت للسبب اللي انا قلته لكم. طب بص بقى، اذا حصل فيوجن هنا حصل فيوجن لللور اندز بس. طب هنا بقى اذا حصل فيوجن للابر اندز واللور اندز، الله دي بقت ورده. فبنسميها ايه؟ بنسميها روزيت كيدني، عامله زي الورده. ايه سببها بقى؟ فيوجن اوف بوث ابر اند لور بولز اوف ذا كيدني. اللي جايه دي بقى انيل وانيل بقى، لا ده الاثنين بقى لحموا في بعض كومبليت كلهم على بعض، فبنسميهم عملوا ديسك كده على بعضه، فبنسميهم ديسكويد كيدني. ايه السبب فيها؟ هو عباره عن كومبليت فيوجن اوف بوث كيدنيز. طيب according to the site ممكن تبقى فيلفك كيدني، دي تبقى اكتوبك كيدني. كان ده بيحصل مش ما بيحصلش، اه تبقى تحت خالص قاعده في الكدني. وعلى فكره اما بتبقى موجوده في البلفس او في اي مكان اخر هي هتبقى سراوندد باي فات، ما نبقاش عارفين ايه الاستراكشر دوت. الكلام ده انتر اوبتيف. ايه سببها؟ شورت يوتر، مش بيطول معاه علشان تطلع لفوق. ايه تاني؟ ممكن تبقى فلوتنج كدني، لا دي بقى طولت زياده عن اللزوم ماشي، وبتبقى اللي هو suspended at its upper pool by peritoneal fold، وممكن يحصل لها twisting يعني تلف على نفسها. وفي الحاله دي بتعمل لي حاجه اسمها intermittent hematuria. hematuria يعني دم في البول. اخر حاجه بقى abnormalities of the rotation، بدل ما تلف لي على جوه 90 درجه لا دي تلف لي على الاتجاه الثاني، وفي الحاله دي الهايلم موجود laterally. لو حصل عندي بقى فيليا اوف فيوجن ما بين الكوليكتنج بارت والسكريتوري بارت، استرجع معايا كده، انا عندي السيل كلاسترز هم المليون وحده بقى شكلهم اس شيب، وبعدين بقوا ديفرنشيتد عملوا لي حاجه اسمها نفر. النفر ده له سكريتوري بارت وكوليكتنج بارت، والمفروض ان هم يعني له طرف منه بيدخل فيه اللي هو الجلوميرولوس بيحصل سكريشن اوف يورين، والناحيه الثانيه من النفرون بتبقى كونكتد بمين؟ بالكوليكتنج بارت. افرض ما حصلش اللي هو فيوجن ما بين النفرون والكوليكتنج بارت، تعمل لي حويصلات من اليورين، فتعمل لي اكياس، وهو ممكن يبقى كيس واحد لو الكلام ده افكتنج وان سيجمنت، ممكن يبقى اكياس متعدده لو افكتنج اكتر من سيجمنت. ففي الحاله دي يا جماعه اه شوف تبقى عامله ازاي؟ اكياس 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 ماشي، بسميها congenital polycystic kidney. ايه السبب فيها بقى؟
failure of fusion of the secretory and collecting parts. طب الكلام ده لو حصل في كذا وحده، طب ما هو ممكن يحصل عندي في وحده بس، فتعمل لي حاجه اسمها solitary cyst. يبقى الكلام ده امتى؟ لو حصل affecting one unit. عشان نفهمها اكتر هنشوفها من الانيميشن اللي جايه دي. بص ازاي بيتكون. اكياس اهو، مفيش فيوجن، مفيش سكه تصرف فيها. بص، فتعمل لي اكياس متعدده. مفيش فيوجن ما بين اللي هو الكوليكتنج سيستم والسكيورتي سيستم. بص، ابتدى يحصل اكياس 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 تظهر على الاوتر سيرفيس عندي بالمنظر ده. ايه بقى الانوماليز بتاعت البلاد فيزلز؟ نشوف كده مع بعض. احنا قلنا الكدني وهي طالعه على فوق كل ما تاخد بلاد سبلاي جديد اللي بيحصل له ديجنريشن. طب اذا ما حصلوش ديجنريشن ايه اللي يحصل؟ ده ممكن يضغط لي على اليوريتر ويسد لي اللي هو الباسج بتاع اليورين جواه. في الحاله دي بنسمي الارتري ده مش اساسي، بنسميه apparent renal artery. اسمه ايه؟ apparent renal artery. والكوز فيه اللي هو non degeneration of one of the supplying arteries. ماشي؟ وفي الغالب ده اما بيكون involving اللي هو lower pool بيعمل compression على اليورتر. كده بقى وصلنا anomalies of the ureter. ونبص كده مع بعض، ايه ده؟ ده فينا اتنين يوترز كومبليت، اتنين يوتر وهنا دول باتشر. اذا من الانوريز اللي عندي ممكن يبقى عندي دبل رينال بلفس. دي اول مرحله دبل رينال بلفس. بس ايه السبب بتاعها؟ بريماتيور ديفيجن اوف ذا يوريتريك بد نير اتس ترمينيشن. يعني هو المفروض لما يوصل لغايه الكدني ويدخل جواها ويبدا يحصل انقساماته. طب اذا بدات الانقسامات دي قبل ما يوصل الكدني يبقى هيديني اثنين رينال بلفز. طيب لو حصل بدري شويه عن كده هيديني بارتشال دبل يورتر اهو. طب لو حصل بدري عن كده او فروم ذا ستارت، ده فروم ذا ستارت ده هيديني بقى ايه؟ كومبليت دبل يورتر. كومبليت دبل يورتر، الاقي الشخص ده عنده اثنين يورتر. ممكن يحصل abnormal site of termination of the ureter. ازاي؟ اليوتر يا جماعه اللي هو الاند بتاعته ممكن تفتح في اي حته، ممكن تفتح في اليوريثرا، في السمنه الفيسكل، في الفاجينا. ممكن حاجه اسمها بوست كيفال يوتر، ودي حاجه يعني ضئيله جدا. في الحاله دي بيكون اللي هو موجود ورا الانفيريور فينا كيفال. وحشتنا بقى الأسئلة، وتعال نشوف مع بعض أول سؤال. What arrests further ascend of horseshoe kidney؟ السؤال ده حتى كلينيكالي مهم جدا. المشكلة في الهورسشو إن هي أما بتلحم مع بعض من تحت لو في أي ستكشر هنا موجود بتتعرقل معاه هنا، بيحصل لها هانجنج. ماشي؟ يعني بص كده الصورة اللي جاية ديت هورس شو اهوت. مين الارت بقى اللي هي بقت هانجد اوفر ات ومنعها انها تطلع لفوق؟ ده اللي هو الانفيريور ميزنتريك ارتري. السؤال ده مهم جدا. The collecting tubules of the kidney develops from which of the following structures؟ بصوا كده، الميتانفرس والليرين داكتس ولا اليوريتيريك باتس ولا البارا ميزونيفريك داكت؟ نجاوب، يبقى ايه؟ واضح معايا اللون الاخضر اهو بتاع مين؟ الله ينور عليك، اللي هي اليوريتريك بادز. وصلنا لمرحله الانتر اكتف كويتشنز
في سؤالين مهمين جدا جدا فيه. السؤال الأول: A baby has urinary problems. The physician performed abdominal ultrasound and he noticed multiple cysts in his kidney. What is the name of this anomaly? Explain its embryogenesis. السؤال ده سهل، ما هوش advanced أوي ولا حاجة، بس نحاول نطلع الإجابة ونتواصل مع بعض إن شاء الله فيها. Question 2: هذه clinical problem مهمة جدا، وما تستغربوش منكم ده حدث بالفعل، دي حكاية حقيقية. شوفوا مع بعض. During pelvic surgery، شخص ما كان فعلا بيعمل جراحة في الحوض. هي ايه الجراحة ما يهمنيش دلوقتي. The doctor found fatty swelling in the pelvis. He decided to remove it. حب يخدم المريض، لا حياتك فاتي كده مش لازمة، قال يشيلها. وبعدين immediately post operative the general condition of the patient deteriorates، سائت، with elevation of urea and creatinine، وعلى جدا مستوى اليوريا والكرياتينين. Explain on anatomical basis. أول شق من السؤال. And what the doctor has to do to take a decision on discovery of that swelling. يعني الدكتور أما شاف السويلينج ده كان المفروض يعمل إيه؟ أنا مطلوب منكم دلوقتي نعرف كان إيه السويلينج ده؟ وهل دي أنوملي ولا لأ؟ ولو أنوملي اسمها إيه؟ وكان المفروض يعمل إيه الدكتور قبل ما يشيل السويلينج ده؟ كده نعتبر خلصنا الجزء الأول من الديفلوبمنت بتاع الكيدني واليوريتان. وسائل التواصل طبعا خلاص حفظناها، وشكرا جزيلا.